السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. الاسبوع اللي فات كده ظهرت وصفة على اليوتيوب، لقيتها كتيرة قوي، فبصراحة جربتها قبل ما اصورها معاكم عشان اعرف النتيجة. بصراحة لقيتها حلوة جدا ومرضية جدا بالنسبة لي. الوصفة دي ليه؟ الوصفة دي لعدم اطالة الشعر، لشعر الجسم، وكمان بتفتح الاماكن الداكنه في الجسم، في اي مكان في الجسم. بصراحه فعلا حلوه جدا وعجبتني، فقررت ان انا اصورها عشان كلكم تستفادوا منها. مكوناتها ايه؟ 3 مكونات، صابونه، اي نوع صابون. انا استخدمت المره اللي فاتت كان صابون عادي لوكس، غيرت المره دي وجبت صابونه مرطبه عشان تدي نتيجه احسن، وكيس بيكنج باودر حوالي 3 معالق صغيرين، واخد 2 معلقة كبار من الخل، مش هنستخدم اي حاجة تاني من الوصفة. يلا على طول نشوف هنعملها ازاي الوصفة دي، تابعيني لاخر الفيديو عشان ما يفوتكيش اي تفصيلة. وما تنسيش لو اول مرة بتشوفينا تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك اشعار بكل وصفة جديدة انزلها. صابون هنا هينفع، بس انا افضل يكون الصابونة تكون رطبة زي دوف مثلا، بتدي نتيجة حلوة جدا. انا بتكلم بسرعة عشان مش عايزة وقت الفيديو يبقى طويل. اول حاجة على طول هبشر الصابونة دي باي مبشرة عندنا، انا استخدمت مبشره هنا ما بستخدمهاش على كتير يعني عشان لما اجي استخدمها تاني في البصل او حاجه ما تكرفش الاكل. هبشرها كده، هبشر الصابونه كلها او نصها او ربعها، الكميه اللي انت عايزاها. لكن لو انت يعني هتعملي بقى هتاخدي شاور كده وتستخدميه في كل الاماكن في جسمك، فاعملي صابونه كامله. وصفة حلوة جدا، الوصفة دي ما بتتشالش، ما بتتخزنش يعني، هي بتستخدم على طول. خلاص كده بشرت الصابونة كلها، ده شكلها ناعمة جدا زي ما انت شايفة كده. هضيف عليها بقى البيكنج باودر، كيس البيكنج باودر ده 23 جرام، هاخد منه 3 معالق صغيرين. انا مش عارفة بصراحة هو قد ايه، هاخد منه 3 معالق صغيرين، معلقة، 2، 3، هو اكتر من، ثانية ثانية فريدة، هو اكتر من 3 معالق صغيرين، هو حوالي 4، في معلقة لسه هنا. هقلبهم كده مع بعض، وبعد كده هضيف بقى الخل، هحط 2 معلقة كبار. دي معلقة صغيرة فهحط منها 4. بصي لاحظي ابتدى يفور اهو، هبتدي بقى اقلب فيه تقلبتين كده، وهسيبه 10 دقايق، وبعد كده هاجي اقولك نعمل فيه. وبعد 10 دقايق ده شكله عامل زي العجينة كده المفرولة، ده شكله كده خلاص. بعد 10 دقايق بقى عامل زي العجينة كده، زي العجين المفرول ده شكله. عندي كمان اضافة معلقة مية ورد، هحط معلقة واحدة صغيرة، معلقة واحدة صغيرة بس، هي معلقة واحدة بس. معلقة مية الموارد دي بتغطي خالص على ريحة الخل. هقلبهم بقى مع بعض كويس جدا لغاية ما يبقى الخليط ده عامل زي الكريم. هفضل اقلب فيه لمدة 10 دقايق تقليب مستمر لغاية ما يكون شكله عامل زي الكريم. هفضل اقلب كده، معلش بقى تطولي بالك شوية في التقليب، مش هتضيفي بقى ولا مية ولا اي حاجة، كل اللي مطلوب منك انك تفضلي تقلبي كده وتطولي بالك لغاية ما اوريكي شكله هيكون عامل ازاي. خلاص كده انا فضلت اقلب فيه لغاية ما بقى ده القوام بتاعه. بصي عامل ازاي، بقى عامل زي الكريمة، زي الكريمة بالظبط. بصي هو ده بقى شكله، هنفضل نقلب لغاية ما يوصل معانا بالشكل ده. طيب
هو كده بقى جاهز معانا للاستخدام. هنستخدمه ازاي بقى؟ ده الاهم. اهم حاجة قبل ما تستخدميه، المكان اللي انت هتستخدميه عليه يكون رطب، ما يكونش ناشف. يعني تكوني غاسلة ايدك ومنشفاها نص تنشيفة كده، وتبتدي تاخدي طبقة من دي كده وتحطي على المكان اللي انت عايزة تفتحيه، او في شعره كده عايزة يقلل نمو الشعر فبرضه بتحطيه. والله يا جماعة الوصفة دي حلوة جدا، والبيكنج باودر كمان بيساعد على تفتيح المنطقة الغامقة اللي في الجسم. جربي الطريقة دي ان شاء الله هتعجبك، وهتكون نتيجتها مرضية جدا بالنسبة لك. انا ما بعملش وصفات تجميل كتير، لكن عملت كام وصفة عندي على القناة اللي انا جربتهم، يعني كنت بتفرج على وصفات بصراحة، واللي كنت بحس ان هي نتيجتها كويسة وفعلا مضمونة كنت يعني بعملها وكده عشان تستفادوا منها. فالوصفة دي فعلا حلوة وتستاهل بصراحة الضجة اللي هي عاملاها. ان شاء الله تجربي الطريقة وتعجبك. وما تنسيش بقى لو اول مرة بتشوفينا تشتركوا في القناة وتفعلي الجرس على علامة الكل، عشان كل فيديو جديد انزله او وصفة تشوفيه على طول. ويا رب اكون ضيفة خفيفة عليكم وتكون الوصفة عجبتك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.